عمر. واحد ثاني واحد ثاني. نعبنا كل شيء، ما نعرف ايش صار ورانا. طردونا من بيوتنا، طلعنا مشي. تارة أطلق سراحهم وتارة هربوا. مرة من سجون الأسد وأخرى من سجون قسد. رفيا رفيا. هل استخدم الطرفان السجناء المتهمون بالإرهاب لتحقيق أهدافهم؟ وهل لتوقيت خروج هؤلاء معنى ومغزى؟ أم أنهم استطاعوا الهرب دون مؤامرات وبمساعدة من رفاقهم؟ في خلاصة القول نبحث في هروب وإطلاق سراح الشخصيات والجماعات من السجون وما تأثير ذلك على الثورة والحراك ضد الأسد وقسد. قبل عام 2011 اعتقل الأسد كثيرا ممن كان يتهمهم بتهديد أمن كرسيه وتشكيل خطورة على سوريا التي يحكمها بالحديد والنار، وزج بهم في السجون بلا محاكمات أو تهمة واضحة. وهذا استمرار لنهج أبيه حافظ الأسد الذي اعتقل عشرات الآلاف بتهمة الانتماء لجماعات نهضت حكمه وتوجهه بعد عام 1970. في الفترة الممتدة بين عام 2000 و2011 بعد تسلم بشار الأسد مقاليد السلطة في سوريا، كانت الفترة الأكثر كثافة في الاعتقالات هي تلك التي تلت احتلال العراق، الفترة التي شهدت اعتقال الشباب السوري بعد عودتهم من العراق بتهم الانتماء للقاعدة أو مجلس شورى المجاهدين الذي تحول لاحقا إلى دولة العراق الإسلامية وتنظيمات أخرى كانت تنشط في العراق ضد الاحتلال. عام 2011 وبعد انطلاق الثورة السورية أفرجت سلطة الأسد عن دفعة كبيرة من المعتقلين السياسيين والأمنيين، كثير منهم انتمى للثورة وخاض غمارها حتى النهاية، ومنهم من عاد لما سمي حضن الوطن كدلالة على استقطاب الأسد لهم لضرب فكرة الثورة، ومنهم من التحق بتنظيمات أساءت لسوريا والسوريين وثورتهم. قسد وعلى ذات الخطى سارت منذ سيطرتها حتى الآن، ولكنها نوعت بطرق إخراج المعتقلين المتهمين بالانتماء بين ظفرين لتنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم الدولة. مرات أعلنت قوات سوريا الديمقراطية الإفراج عن معتقلين من سجونها لمدة كانت تتراوح من 3 إلى 4 سنوات دون مثولهم أمام محكمة حقيقية، وأيضا دون ذكر مدة حبسهم وهل هي محددة مسبقا أم لا، وأيضا دون أوراق رسمية من محكمة قائمة، وإنما الخروج من سجون قسد بشكل مباشر إلى الشوارع وإلى المدن التي ينتمون إليها. مرات أخرى أعلنت قسد أن استعصاء نفذه السجناء تسبب بهروب عدد منهم، بعضهم قادة في تنظيم الدولة، الأمر الذي يدفعنا لطرح السؤال: هل هذا الهروب طبيعي؟ من المستحيل أن تقوم داعش بتهريب عناصرها لعدم القدرة على تهريبهم من سجون تنظيم البوادي الإرهابي التي يشرف عليها التحالف الدولي مباشرة والولايات المتحدة الأمريكية، لكن هناك اتفاقيات تحصل لتهريب بعض السجناء الذين يقومون بتخديم وظيفي بخدمة وظيفية لصالح تنظيم البوادي الإرهابي الذي يرتبط وجوده بوجود التحالف الدولي. أنا أعتقد أن عملية إطلاق سراح السجناء تتزامن بشكل تام مع عملية المزاج العام السياسي الدولي وحالة الابتعاد عن قوات سوريا الديمقراطية كشريك غير مرغوب به بالحل السياسي في سوريا، ولذلك تعمد قوات سوريا الديمقراطية بشكل مستمر إلى استخدام ورقة التنظيم وخاصة السجناء بحكم أنها تضع في سجونها قيادات خطيرة من التنظيم وأعداد كبيرة من عناصر التنظيم لتقوم بالاستفادة منهم
بعملية ابتزاز المجتمع الدولي والتحالف الدولي بمعادلة بسيطة، هي التخلي عن قسد سيؤدي إلى عودة التنظيم. وقسد تحاول الاستفادة من هذه المعادلة بأقصى درجة ممكنة لإبقاء التحالف الدولي متواجدا في مناطق سيطرتها، واستمرار تدفق الدعم من التحالف الدولي لها على كافة الأصعدة. تموز عام 2013 هاجم عناصر ينتمون لتنظيم الدولة سجن أبو غريب العراقي سيء الصيت، وتمكن حينها 500 سجين من الفرار، بينهم قيادات من التنظيم. على إثرها تصاعد حضور تنظيم الدولة على الأراضي السورية والعراقية، ومن ثم دخل بشكل مباشر إلى سوريا عسكريا وسيطر على مساحات واسعة في الدولتين، الأمر الذي استدعى لمواجهته تشكيل تحالف دولي وقوات محلية في العراق وسوريا، من بينها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة والحشد الشعبي العراقي المدعوم من إيران. كانون الثاني 2022، وفي حالة مشابهة نفذ تنظيم الدولة أكبر عملية هروب من سجون قوات سوريا الديمقراطية، عندما هاجم عناصر التنظيم سجن غويران أو كان يعرف سجن الصناعة، واستطاعوا فتح جبهة قتال هناك أدت لهروب مئات المحتجزين. استمر القتال في محيط السجن وداخله لأكثر من 7 أيام، قتل خلالها 346 عنصرا من تنظيم الدولة، وأكثر من 54% من عناصر سوريا الديمقراطية. كل هذا على مرأى ومسمع القوات الأمريكية والروسية المنتشرة في محافظة الحسكة، وأيضا على مرأى نقاط أمنية وعسكرية تتبع لجيش الأسد في المدينة. فهل سمحت هذه القوات للتنظيم بشن الهجوم، أم أنه كان مفاجئا لها أيضا؟ طبعا بسنة 2022 قصد أعلنت عن هروب عدد من عناصر تنظيم داعش من سجن غويران في الحسكة. طبعا إذا صح التعبير ليس هروبهم من سجن الحسكة، إنما تم تهريبهم عن طريق قصد من سجن غويران. طبعا هؤلاء العناصر جميعهم من الجنسيات الأجنبية، إلى الآن لم يتم معرفة وجهتهم أو إلى أين ذهبوا، أو ربما قصد استخدمت بعض منهم كما لاحظنا في العام 2023 عندما بدت ثورة العشائر في دير الزور ضد قصد. طبعا الكل لاحظ بالصورة والفيديوهات هناك مقاتلين من الجنسية الصينية يقاتلون في صفوف تنظيم في صفوف قصد. اليوم نعرف أن الصينيين من الجنسيات الصينية هم عناصر تنظيم الدولة سابقا. نهاية شهر آب الفائت هرب عناصر ينتمون لتنظيم الدولة أثناء نقلهم من سجن لآخر في مدينة الرقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. وقال بيان قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية إنه في 29 من آب أغسطس هرب 5 من المقاتلين الإرهابيين الأجانب يتبعون تنظيم الدولة من مركز الاحتجاز في مدينة الرقة. وأعادت قوات سوريا الديمقراطية القبض على 2 من الهاربين، أحدهم روسي والثاني ليبي، ويستمر البحث حتى الآن عن 3 الآخرين الذين ما زالوا طلقاء وهم أفغانيان وروسي. العملية الأخيرة الهروب التي أعلنت فيها قصد عن هروب عدد من سجناء تنظيم داعش في الرقة أثناء نقلهم من سجن إلى سجن، طبعا هذه عملية مفبركة صراحة. أنا أرى بأن هذه العملية مفبركة وهي ليست هروب أيضا، إنما هي تهريب لأبرز قادات أو عناصر تنظيم داعش السابقين. أحد الذين تم تهريبهم قبل شهر من الآن هو يحمل الجنسية السعودية، بحسب ما كان هو مسؤول عن قسم الأمنين في تنظيم داعش أبان سيطرته على المنطقة، فهو يعتبر من أخطر السجناء المتواجدين لدى قصد. الاتجاه الآخر الذي تستخدم به قوات سوريا الديمقراطية السجناء، وخاصة عندما يكون هناك نوع من أنواع العزوف الدولي أو الابتعاد الدولي عن قوات سوريا الديمقراطية وتقديم الدعم لها،
هو بإطلاق سراح بعض السجناء أو تسهيل هروب بعض السجناء كما جرى في سجن المطاحن في الرقة مؤخرا. لا يوجد هروب حقيقي منظم من تنظيم داعش من هذه السجون. كل ما يتم تسريبه من سجناء داعش هو بالاتفاق معهم من أجل أن يضمن كل طرف وجود أسباب واستمرار بقائه في المنطقة. وفق بيانات شركة الأبحاث جهاد أناليتكس المتخصصة في تحليل أنشطة الحركات المتطرفة، فقد نفذ التنظيم نحو 22 عملية من أجل إخراج عناصره من سجون مختلفة تتبع لقوات سوريا الديمقراطية. ورغم أعلان التحالف الدولي وروسيا ومن تحتهما قسد والحشد الشعبي عن انتصارهم على التنظيم وإزالته من الوجود، يعود كل فترة الحديث من نفس القوى والميليشيات حول جيوب للتنظيم وميزانية حددها غوتيرش ذات مرة بأكثر من 300 مليون دولار، فيما روجت قسد لوجود أكثر من 10,000 مقاتل ينتمون لتنظيم الدولة ما زالوا ينشطون بين العراق وسوريا، كما أن سلطة الأسد وروسيا تعيش حربا أقرب لأن تكون وهمية ودعائية مع من يصفهم بمقاتلي التنظيم في البادية السورية. هدف الجميع من هذه الأعمال هو استخدام شماعة التنظيم للحصول على دعم سياسي ومادي ولوجستي وأيضا شرعي أمام المجتمع الدولي لإطالة عمر التحالفات ودعم الميليشيات. بداية يجب التوضيح على أن السجناء المتواجدين في سجون قوات سوريا الديمقراطية هي أداة ضغط أو هي ورقة ضغط تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية على عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو باتجاه التنظيم للضغط على التنظيم لصناعة مزيد من الاختراق داخل صفوف التنظيم، وبالتالي الاستفادة من هذا الاختراق لتسويق نفسها للمجتمع الدولي على أنها قادرة على الوصول إلى داخل التنظيم وتقديم خدمات للتحالف الدولي والمجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب. هناك حاجة مشتركة لكل الأطراف التي تدعي محاربة الإرهاب لتواجد الخصم، فإذا لم يوجد الخصم عليهم إيجاد هذا الخصم، ويجب أن يكون هذا الخصم ضعيفا. خلاصة القول إن التحالف الدولي يحتاج إلى سبب لوجوده وتخصيص ميزانيات من الدول المشاركة فيه لتلبية احتياجاته، وأيضا تحتاج قوات سوريا الديمقراطية لوجود التنظيم لأن زواله يعتبر زوالها وهي التي بنيت على أساس قتاله، كما أن الحشد الشعبي العراقي تأسس على فكرة مواجهة تنظيم الدولة وامتد إلى الأراضي السورية بحجة قتاله، ولكن الحقيقة هي أن هذه الميليشيات موجودة لدعم احتلال إيران للأراضي السورية ومساعدة الأسد في قتل السوريين، كما أن بشار الأسد ومعه روسيا بحاجة شماعة لتصدير فكرة أنهم يقاتلون تنظيما متطرفا وأنه يشكل خطرا على المنطقة وربما على العالم. في الواقع أن كل هذه القوى تبحث عن تحقيق مصالح خاصة ورؤى تهدف إلى توسيع النفوذ والسيطرة في سوريا والمنطقة ككل. دمتم برعاية الله.